السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم احبتي الكرام في هذه المداخله والتي سوف نتحدث فيها عن احمد ويحيى وسبائك الذهب التي باعها ب 350 مليون دينار ووضعها في حسابه الشخصي هذا القليل من الكثير عن فساد الدولة هذا السر أخفاء يحيى وزعم في محاكمته بأن ذلك ربما يأثر على علاقات الجزائر مع دول خليجية أو دول صديقة كما ذكر يعني أن دول تعطي هدايا إلى وزير أول يخفيها ويروح يبيعها في السوق السوداء ويأخذ سواردها ويحطها في الكونت نتاعو على العلاقات مع الدول الصديقة هي ما أعطتها لك رشوة إلا إذا كان أعطتها لك رشوة من أجل أشياء أخرى في هذه الحالة الموضوع يتغير ولكن المعروف أن وزير أول ولا وزير ولا رئيس حكومة لما يزور أي دولة يتلقى هدايا والمعمول به أن الهدايا التي يتلقاها أي مسؤول في إطار أر منصب نتاعو راهي ملك للدولة روحوا تراه نحوسوا الآن على الهدايا الثمينة التي قدموها البوتفليقة وين راحت؟ وين داوها وغير ومن الوزير الاول سلال زار عده دول خليجيه وين راحت نحن نعرف مثلا بعض الرؤساء عندما يغادرون الحكم ونذكر منصف المرزوقي عندما غادر الحكم الهدايا التي تلقاها منصبه كرئيس للدوله التونسيه قدمها الى اعطاها ملك للدوله هذا وش يكشف يكشف رانا كنا تحت عصابة إجرامية لدرجة ما تصورش وزير أول يعني إنسان يوصل درجة أنه يتعين وزير أول ووزير عدة مرات ووزير حقيبة وزارية عدة مرات بلغ أعلى المراتب ما بقالوش إلا مرتب رئيس الدولة وكان طامع يكون رئيس الدولة وبعد ذلك يطمع في هدية يتلقاها بصفت بصفته الرسمية يتلقاها يروح يبيعها في سوق سودة ويحطها في الكونت هذه دولة هذه أين الأجهزة الأمنية هذا يحيلك لك أن المشكلة ميست في 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 وش يسموه ويحيى فقط حتى المخابرات وين راحت المخابرات اللي وزيرها الأول يروح يتلقى في هدايا ويدي بيعها في سوق السوداء ويحطها في الكونت ضربة إما أنها تدري وفي هذه الحاله توفيق من المفروض ما يخرج يقعد في الحبس وخاصه انه احمد ويحيى متاع توفيق وربما راه الان كي خرج توفيق راهو يعمل على اخراج ويحيى من هذا الغرق اللي غرق فيه وين راح؟ من المفروض يحاكم هذه جريمه البسيطه هذه اللي حكاها ويحيى اللي هي لو مش بسيطه هي كبيره ولكن لو قارناها بجرائم اخرى ما زالت ما ظهرتش راهي الدل دلالة قاطعه على أن جهاز المخابرات متواطئ لانه اذا ما كانش يعلم فهذه كارثه جهاز مخابرات دوله مثل الجزائر آئر وزير اول يدي يدي في هدايا ويبيعهم في السوق السوداء ما على بالهمش وفي حين انها المخابرات في الكازرنات وكان عسكري مسكين يدير حوينيته فقط الخوه ولا حاجه يكونفوكيو هاي اوكي هذه اكبر ادانه هذه القضيه فقط هي ادانه لتوفيق وما خفي اعظم قلناها من قبل توفيق راه اخفى ملفات فساد كبيره الكارثه التي حدثت أن توفيق لم تفتح له هذه الملفات لأنها لو فتحت هذه الملفات سأنا سأ... أنا نقولها لكم كل المسؤولين يروحوا للحبس ولكن أخفوها وفتحوا له غير الملف هذا تاع التآمر وحتى الملف تاع التآمر الأدلة اللي فيها درقوه وخرجوه الدار وأغلقوا الملف ولذلك ما حبوش يجيبوا بوتفليقة لو كان يجيبوا بوتفليقة بوتفليقة انتهى عمره كان يجيبوا بوتفليقة راح يجبد لهم ملفات ويهبطوهم للحبس ويفضحهم واحد واحد هيا بمناسبة هذه هيا تبون كان وزير كان وزير أول كان وزير عدة مرات ومشان الخارج وكذا وكذا هيا ظهرنا طلع الهدايا اللي كنت تدي فيهم وين يعني أن وصلنا الحال دولة وزراءها وأعضاء حكوماتها يتلقوا هدايا من طرف زعماء دول ونظرائهم في دول أخرى بصفتهم الرسمية يسرقوها ويدوها ويبيعوها في السوق السوداء ولا أجهزة تعمل ولا أجهزة تعلم ولا أي شيء. تعرفوا هذه القضية راهي فضحة الدولة الجزائرية فضحة كبيرة. وأنا أدرك بأنه ويحيى ما خرجهاش عفويًا هكذا. ويحيى درك بأنه غرق وأنه الناس اللي حاكمين الآن السلطة تخلوا عليه وغرقوه وحتى أنه أنه ما بقالوش أمل أنه يعود فأراد بهذه أنه يفتح قرصة أذن. قرصة أذن فقط وما زال عنده الكثير مرة أخرى ربما سيحدثهم عن الهدايا الأخرى التي تلقاها مسؤولون آخرون ما زال بينهم ديمارس في مهامه وتم بيعها في سوق السوداء وربما باعوها في الدول اللي تلقوها فيها قبل ما يغادروا هذه كارثة حقيقية وتتنقلها الصحافة عادي هذه مش فضيحة لأويحيى ويحيى راه في السجن وراه يتلقى راه يحاكم فضيحة للجهاز الأجهزة الأمنية أين كنتم إذا كان وزير أول ما تعلموش به كانوا في مرحلة معينة والله الوزير عندما يغادر كلاب دي بان كان كانوا على بالهم وقتها وقتها تخلوا وتابعوا فيه أنا أجزم لكم بأن الأجهزة الأمنية على علم بهذا الأمر ولكن راه الأمر يتعلق بيحيى ويحيى راه رجل توفيق في الجهاز حتى نهار لي تمت إقالة توفيق وقالوا له روح للتقاعد خبروا ويحيى ويحيى اللي اتصل به ويحيى كان عنده اتصال مباشر مع توفيق كان يروح له المكتب وكان يتلقاو في نادي الصنوبر مع بعضهم كان يسهروا مع بعضهم كان موفر له حماية وكان ما جاش القايد صالح ضربها ضربها وكسرها كسرها دخل توفيق وزاد دخل ويحيى وكذا والله ما يقدر واحد يدخله الحبس بعد مهما دار وما زالت ملفات أخرى إذا آه إذا إخواني الكرام، أنه هذا وش يدل يدل على أنه الدولة كانت ممسوخة، الدولة كانت في وضع كارثي بمعنى الكلمة، أن الدولة كانت في تنهب تنهب في, في وضح النهار، الدولة الآن محتاجة إلى عدالة إنتقالية، محتاجة إلى جهاز خاص لكشف كل ما أطال المال العام في حكم بوتفليقة كله جهاز مستقل لا يخضع للرئيس ولا يخضع حتى الجهة مستقله له السيادة المطلقة لكشف الفساد لأنه يا جماعة الجزائر غرقت الفساد لدرجة ما تصورهاش كنقولوا ألف مليار برك فقط اللي دخلت الخزانة العمومية في عهد بوتفليقة ألف مليار دولار راهي تعيد بناء إفريقيا راهي تحول الجزائر إلى فردوس في, في, في هذه الدنيا، راهي الجزائر تحولها العاصمة هذه تحولها خير من, من من كبرى العواصم في العالم، خاصة أن الحديث يتحدث على أكثر من 1500 مليار دولار، لأن الغاز ولا يوم حدثتنا الدولة على مداخيل الغاز، دائما يتحدثوا غير عن البترول ولكن الغاز مخفيينه الجزائر دخلت خزانتها الأموال الطائلة وين راحت هذه الأموال؟ وين راحت؟ الجزائر وراحت تمسح في الديون على الدول وأنا أجزم لكم روحوا حققوا في الديون الذي الديون اللي تم مسحها وبإعاز مش من بوتفليقة بوتفليقة كان وما يدريش بالسعيد ويحيى وحداد والجماعة هذا راهي وراها صفقات راحت الحسابهم وهناك معلومات تتحدث ربما أقول ربما أن هذه الأموال تم شطبها وجزء منها تلك الدول حولتها ربما إلى حسابات بعض الأشخاص المسؤولين في الخارج فتشوا حققوا العلاقات الجزائرية مع إيران أن راه سببها ليس إيديولوجي كما يظن الناس ولا هو تخندق في محور ما يسمى المقاومة والممانعة كما يدعي الناس لا توجد دولة بنوكها تقوم بتبييض الأموال مثل إيران لذلك المسؤولين الجزائريين جعلوا عندهم علاقات قوية مع إيران ويستعملوا في البنوك الإيرانية لتبييض الأموال تحول الأموال من الجزائر وتؤخذ حتى في حقائب في الطائرة تودع في بنوك إيرانية ومن بنوك إيرانية في ذلك الوقت تحول إلى بعض الدول تحول إلى دول دول في القاره الامريكيه تتحول الى سوريا تتحول الى العراق تتحول الى بعض الدول المواليه ومن هناك يصير اخطبوط وتوزع توزع حتى تذهب الى حسابات في اوروبا وفي دول اخرى هذا هو السبب لذلك من المفروض الدوله الجزائريه تحتاج الى لجنه ل التحقيق لجنه شامله مستقله، اذا كان الرئيس وحكام الجيش الان يهيمنوا على الجيش عندهم حقيقه نيه في مكافحه الفساد، خليهم يشكلوا لجنه تحقيق مستقله فيها ناس مختصين في القضاء، مختصين في في, في الشفافيه، مختصين في, في في حقوق الانسان، مختصين في كل الجوانب ويبحثوا وفي الاقتصاد والماليه طبعا هذا اول شيء ويبحثوا في كل ما حدث في عشريتين من حكم بوتفليقه هل يعقل ان عشريتين من حكم بوتفليقه في هذا الفساد تطوى بهذه الطريقه كانه يختزل الامر في يحيى وسلاله عغول وغول فقدت ويمسحوا فيهم الموس وينتهي الامر، الامر اكبر من هذا، هذا راه غيظ من فيض، هذه راهي قطره من بحر الفساد الذي طم وعم في الجزائر، لذلك الجزائر تحتاج الى لجنه تحقيق حقيقيه. ها هو وزير النقل لازهر هاني تمت اقالته، اقالته من طرف رئيس الجمهوريه. بسبب أنه فيه ملف تاع فساد وكذا وكذا رغم أنه هذا الرجل عمره 73 سنة يعني راه تجاوز السبعين راه كبر هذه هي الشباب اللي يعين فيهم تبون يقول راني جاي باش نسلم المشعل للشباب حتى الجنرال اللي عينوه قائد البحرية بالنيابة روحوا اسألوا كم في عمره هذه هذا هذا للشباب وهذا هو تشبيه المؤسسات اللي اللي اعد به تبون في حملته الانتخابيه هي وبعدين نشوفوا في الواقع كيفاش راه صاير وايضا تحدثوا عن اقاله مسؤول في في الخطوط الجويه الجزائريه الخطوط الجويه الجزائريه هي اسوا خطوط فيها دول افريقيه كانت فيها مجاعه عندها خطوطها الجويه محترمه خير من الجزائر روحوا شوفوا شوفوا مكاتب الخطوط الجويه في العالم غير بنت فلان وولد فلان اللي بالمعرفه ايفا وليس حتى اطارات وليس عندهم تجربه تجربه ولد فلان راه في في اسبانيا بنت فلان راه موجوده في مكتبه في باريس وغيره 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 كلهم ابناء المسؤولين ولو تشوفوا لما يروحوا الجزائريين إن الشباب اغلبيتهم يحجزوا عبر الانترنت وكذا او عبر مكاتب عن بعد ولكن الشباب ساكن المهاجرين اللي ما, ما هم قريين ما ما عندهم معرفه بالانترنت كيروحوا كي يحجزوا والله يعاملون بوحد المعامله ما تقدروا تصوروها من حجم الاهانه اللي موجوده فيها وانا اللي شفتها بعيني، شفتها بعيني بالمعرفه وكيفاش القوالب اللي يديروا فيها، ايها غير ولاد تهدر مع واحد رايح يقلب عليك الدنيا يقول كوسكت اسكت، ما تعرفنيش انا وشكون وش نكون، ايضا في السفارات والقنصليات الا ابناء المسؤولين وبناتهم فقط اللي يعينون وباوامر فوقيه ويجوا يبدوا يتعنتروا على ابناء الشعب الجزائري وما الى ذلك. الفساد في الجزائر دولة فاسدة عشريتين تم فيها إيها, إيها, إيها إفلاس الدولة وتضييع أكثر من ألف مليار راحت هباء منثورا ما تتشكلش حتى لجنة للتحقيق في الفساد كان أول قرار يستعمله يقوم به رئيس الجمهورية هي لما يتولى منصبه هو إعلان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفيها خيرة أبناء الجزائر المعروفين بنزهتهم ليحققوا في كل ملفات يروحوا للأجهزة الأمنية يأخذوا كل الملفات اللي عند الدياراس واللي عند الدرك الوطني واللي عند الشرطة واللي عند واللي موجودة في, في الوزارات ويحدث تحقيق شامل وكامل على مستوى البلديات وعلى مستوى الدوائر ويكون هذه اللجنة عندها فروع على كل المستويات ويجري التحقيق وبعد ذلك الخروج بتقرير شامل يقدم للعداله والعداله تضرب من يد من حديد. اما هذه هذه التي خاضعه الى امور مزاجيه، روح المسؤول الفلاني عندي مع حسابات اديه للحبس، المسؤول الاخر عنده مشكله مع جهات معينه، افتح له ملف فساد، هو حقيقه هذه الملفات موجوده ولكن يجري استغلالها فقط من اجل تصفيه الحسابات. اذا الجزائر بحاجه الى ثوره قضائيه حقيقيه في مجال مكافحه الفساد، بهذه الطريقه هي مجرد ذر في الرماد او ذر رماد في العيون من اجل تصفيه جهه فاسده وحمايه جهات اخرى فاسده ما زال لديها النفوذ، لذلك النظام ضحى باطراف من اجل حمايه اطراف اخرى وهذا لن يعود اصلا بالفائده على الدوله الجزائريه ولن يعود بالفائده على البلاد ولا على العباد ولن تعود الاموال التي نهبت الى الخزانه العموميه بل سيتضرر الاقتصاد الجزائري اكثر واكثر في ظل العمله التي تنهار بطريقه مخزيه للغايه وتهدد مستقبل الاقتصاد المبني للاسف على الريع ولا توجد رؤيه اقتصاديه ناضجه ولا يمكن أن ينجح اقتصاد في ظل دولة عشعش عش فيها الفساد إذا أردتم أن تنطلقوا بدولة حقيقية دولة مؤسسات جزائر جديدة يجب أن تصفوا الملفات السوداء يجب أن تتطهر البلاد من رجس الفساد الذي جوع العباد وأفقرهم وهذا لن يتحقق بهذه الطريقة التي تعتبر مسخرة حقيقية لا تقدم ولا تؤخر شيئا. الحديث طويل في هذا الجانب، القاكم باذن الله تعالى في مداخله اخرى لالقاء الضوء على جوانب اخرى ايضا. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله